نجاح كبير أظهرته المقاتلات البريطانية في اعتراض المسيرات الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل. هذا النجاح يعود لاستخدام الخوذات الفائقة. فما هي؟ تعتبر الخوذات الفائقة خوذات إلكترونية تسمح للطيارين برؤية الأهداف من خلال جسم الطائرة، وذلك بفضل نظام الرموز المثبت على الخوذة. يتيح هذا النظام للطيارين رؤية أهداف متعددة وتثبيت النظر عليها، ثم استخدام الأمر الصوتي لإطلاق النار. تعد الخوذات الفائقة تقدماً كبيراً في قدرات القتال الجوي. تم استثمار ما لا يقل عن 40 مليون جنيه استرليني في تطويرها من قبل وزارة الدفاع البريطانية، وتمنح طياري طائرات يورو فايتر تايفون ميزة كبيرة في القتال. في الأنظمة التقليدية يجب على الطيارين توجيه الطائرة في اتجاه الهدف قبل إطلاق النار، ولكن مع نظام الخوذة الفائقة يمكن للطيار الإشارة إلى الأهداف باستخدام الخوذة دون تحريك الطائرة، مما يوفر ميزة كبيرة في القتال. تعمل الخوذة الفائقة بواسطة مصابيح LED والتي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وتستخدم 3 أجهزة استشعار في قمرة القيادة لاستشعار هذه المصابيح. يتم استخدام البيانات المحسوبة لتحديد موقع رأس الطيار وزاويته، وعندما يدير الطيار رأسه يتم إعادة ضبط النظام بشكل مستمر لتوفير أفضل دقة فورية دون تأخير.